التماس عداله عداله ليو ليو ليو. السلام عليكم شباب، حيدر وليد وياكم. اكيد من عنوان الفيديو عرفتوا عن شنو راح احكي اليوم. طبعا جات وصلني تعليقات تقول حيدر ليش تقلد عبد الله النعيمي؟ كل ما انزل فيديو ردت فعلي على لعبه برشلونه او ردت فعلي على مقاطع يقولوا لي حيدر انت جاي تقلد عبد الله النعيمي ليش؟ واني راح اجاوبهم بنقطتين، بس قبل لا نبدي بهالنقطتين عندي حاجه شوي احكي. اولا اكيد كلكم تعرفون منو عبد الله النعيمي، بس للي ما يعرف عبد الله النعيمي هو يوتيوبر من دوله البحرين الشقيق. هو مختص بردات فعل على مباريات برشلونه ويسوي ردات فعل على بعض المقاطع والاهداف اللي ياخذها من اليوتيوب. ثانيا اني شخص مرتبط بعمل، يعني انا عندي شغل، اني ما اقدر انه اصور فيديو كل يوم وانزله، فاني اسوي فيديوهات اصورها بالويكند او بالعطله، اصور في 3-4 مقاطع وانزل كل مقطع، كل يوم انزل مقطع. وطريقه تنزيله ما اقعد اني على الكمبيوتر انزله، اكو خاصيه باليوتيوب وهي التوقيت، يعني اقدر انه وقت الفيديو شو وقت ينزل وتاريخه وبالوقت اللي اريده اني. هاي الخاصيه اني دائما استعملها، لان بصراحه ما اكون يعني ما احتاج انه اكون موجود على الكمبيوتر حتى اسوي تحميل للفيديو. لان انا نزلت فيديو البارحه طلع عبد الله النعيمي مسوي رده فعل على نفس الفيديو، فجتني تعليقات انه انت ليش ماخذ هذا الفيديو وليش مسوي رده فعل عليه، هو خاص لعبد الله النعيمي لان هو اللي سواه. طبعا العلم اللي يعلقون هالتعليقات نسبته ما تتجاوز 1%، لان اكثر اللي يعلقون كلهم يعني يشجعوني يقولوا لي استمر واحنا وياك وواصل، وانا اشكركم جدا. المهم نرجع للرد مالتي وهي نقطتين. النقطة الأولى، هل ردات الفعل مكتوبة باسم عبد الله النعيمي فقط؟ يعني لأن عبد الله النعيمي سوى ردة فعل على لعبة برشلونة، يعني اللعبة تسجلت باسم عبد الله النعيمي ماركة معينة، يعني ما حد يقدر يسوي ردة فعل عليها. مع العلم اكو أكثر من قناة تسوي ردات فعل وعرب ما عدا الأجانب اللي هم بالملايين. طبعا مع تحياتنا لعبد الله النعيمي، أنا أتابعه هواية وأشوف فيديوهاته وأتعلم من عنده، وهذا الشيء مو عيب يعني. بس أنا أريد أعرف يعني أنا ردة فعلي بشنو تشبه ردة فعله، يعني ليش يقولوا لي أنت تقلد؟ شنو الشبه اللي بين ردة فعلي وردة فعله؟ أنا كمشجع برشلوني أشوف اللعبة وأتفاعل وياها، ردة فعلي بدون الكاميرا هي نفسيته اللي ويا الكاميرا وتشوفوها، احتمال أصلا بدون كاميرا ردة فعلي تكون بنتنرفز اكثر، اصرخ اكثر من الكاميرا شوي، الكاميرا تكون يعني لازم تلزم نفسك اكثر. فما اعرف شنو التشابه، يعني ليش يقولوا لي انت تقلد؟ صح اثنين نحكي عربي بس كل من له لهجه الخاصه مالته، يعني هو يتكلم باللهجه الخليجيه، اني لهجتي البغداديه والعراقيه. وثاني اللعبه احنا نشوفها سوية، يعني هي اللعبه مباشره فاحنا نشوفها سوا. اني ما اقعد انتظر انه عبد الله النعيمي ينزل مقطع رده فعل حتى اروح اشوفه للفيديو وبعدين اجي اقلد اللي هو قاله، ترى هذا الشيء يعني مو منطقي. يعني اعطيكم مثال، اني فتره ردت اشتري سياره، فكنت حاير يعني شنو اختار ويا سياره احسن نوعيه. دخلت على اليوتيوب ظليت ادور، اكو اشخاص يسوون مراجعات او ريفيوز للسيارات، فعجبتني الهوندا اكورد. دخلت على اكثر من شخص، اكثر من قناه يسوون ردات فعل، العفو يسوون ريفيوات على السياره، فاقتنعت بالسياره وعجبتني واشتريتها. زين السؤال هنا، يعني لان اول شخص سوى ريفيو على سياره معينه يعني ما حد يقدر يسوي ريفيو عليها؟ يعني خلص لان شخص صور فيديو وقال هاي السياره هيجي ومواصفاتها يعني ما يقدر اي شخص بعد يصور فيديو عنها لان سجلت باسمه مثلا؟ ما اعرف، يعني هذا الشيء مو منطقي بصراحه. والنقطه الثانيه، عبد الله النعيمي هو بنفسه راح يجاوبكم بهذا الفيديو اللي نزله قبل فتره. حط يا ريت كنت اصور ردود افعال في ذي المباريات، والله ان شاء الله سنه 2018 راح تكون سنتنا. اكيد سمعتوا شو يقول اني بلعبه الكلاسيكو اللي هي بشهر الرابع 2017 قال انه اني ما كنت اصور ردات فعلي. طبعا للعلم هي هاي اللعبه هي اول مره انه اصور رده فعل الي، وانزلها موجوده بقناتي الثانيه وتقدرون تروحون تتاكدون وتشوفون التاريخ بيها وتشوفون الفيديو، وراح اخلي لكم اياه هنا أنا بالشاشه وين حتى تتاكدون. طبعا العلم اني مو يوتيوبر جديد، اني موجود باليوتيوب من زمان، يعني قناتي راح يصير عمرها 7.5 سنين، بس اني ما ركزت على القناة، اني يعني كان حلمي انه اوصل واصعد، بس ظروف خاصة منعتني، يعني دراسة وعمل ومسؤوليات، فما قدرت اركز بيها، ما قدرت اصعد القناة مالتي، ولا كان اقدر بكل سهولة خلال هال7.5 سنين كان اقدر ابني لي فتشغلة. على العموم شباب اتمنى وضحت وجهة نظري، واشكر اللي يدعموني واللي يعلقون تعليقات ايجابية واللي يقولوا لي استمر، وان شاء الله اني ما راح اخيب ظنكم. واني اصلا هدفي قبل تخلص سنة 2018 لازم احصل 100,000 مشترك،
أتمنى تساعدوني ونوصل هذا الرقم. تحياتي لكم، مع السلامة.